كيف عاملهم مع عادل باربع. حياكم الله مستمعين الكرام، في هذه الحلقة راح نتكلم عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع خواص أصحابه. لا شك مستمعينا مكانة الصحابة في الإسلام لا تخفى على الكثير، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، وأثنى الله عز وجل عليهم في آيات كثيرة. وكان الصحابة على درجات متفاوتة من الصحبة، مثل ما قال شيخ الإسلام: الصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قليل أو كثير، لكن لكل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صاحبه سنة ومنهم من صاحبه شهر وبعضهم يوم واحد وبعضهم ساعة فقط وبعضهم رأى مؤمن مجرد الرؤية، فهؤلاء كلهم لهم من الصحبة بقدر ذلك. وموضوعنا بإذن الله راح يكون عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع خواص أصحابه الملازمين له، ومن أبرز هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن عوف، وأخصهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان صلى الله عليه وسلم يعلن حبه لهم ويظهره في الناس. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: فقلت: من الرجال. فقال أبوها: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال القرطبي: طبعا جواز ذكر الأحب من النساء والرجال، وما في عيب في ذلك إذا كان الإنسان فعل هذا الأمر وذكر من هو أحب الناس له، وبدأ بذكر محبة عائشة رضي الله عنها لأنها محبة فطرية جبلية وسبق الأصل على ذلك. ومن الرجال ذكر أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه كان من السباقين إلى الإسلام وكان الأكثر عطاء ونصحا لله ولرسوله. وكان عليه الصلاة والسلام ما يرضى أبدا أن أحد يتكلم في أصحابه بسوء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد. وإذا جينا نتكلم عن سبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرة عليه الصلاة والسلام وحماية وذلك معدوم بعده، وكذا كذلك جهادهم وسائر طاعتهم، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيم لشدة الحاجة إليه وقلة يعني المعتنى به في ذلك الوقت، بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. فطبعا لا يقع ذلك أنه من أسلم ما قبل الفتح وبعد الفتح. هذا كله مع ما كان في نفوسهم رضي الله عنهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في حق الله والجهاد في الله حق جهاده. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحاب مخصوصون، وهم من أسلم قبل الفتح ممن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لخواص أصحابه مكانتهم وقدرهم، ويدعو الناس لإنزالهم المنزلة اللائقة بهم. ليس في زمنه حتى في زمننا هذا لابد أن يكون كل التقدير وكذلك الترضي لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر أحد أن نترضى عليه ونقول رضي الله عنه وأرضاه. نسأل أن يجمعنا بهم وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أعالي الجنان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.